السيروزس. ها النوع اللي بعد كده اسمه هيموكروماتوزس، ده بتاع الحديد. هيموكروماتوز على نوعين، على نوعين، يا اما يكون برايمري يا اما يكون سكندري. البرايمري ده بيكون هيريديتري. الامراض اللي فيها مشاكل في الميتابوليزم، كل الامراض اللي فيها ميتابوليك ديس اوردر الوراثيه بتبقى اوتوزومال ريسيسيف ما عدا الفاميليال هايبر كوليسترولينيا اوتوزومال دوميننت. تعرفوا تقولها تاني؟ كل الهيريديتري ديزيزز اللي بيكون فيها مشاكل في الميتابوليزم او في الانزيمز بتبقى اوتوزومال ريسيسيف ما عدا الفاميليال هايبر كوليسترولينيا بتبقى اوتوزومال دوميننت. عشان كده لما اتكلم على الويلسون اللي هو الكبر او الالفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي او الهيموكروماتوزس كامراض وراثيه، كل الامراض دي اصلا بتبقى ايه يا اولاد؟ بتبقى اوتوزومال ريسيسيف. النوع البرايمري ده هو الخلل في الابزوربشن اوف اير، ان هو ما بيعرفش يعمل ستوب. يعني الحديد اللي بياكله كله الشخص ده، كل الحديد ده بيمتص، كله بيحصل له ابزوربشن. هو طبيعي 10% من الحديد اللي انت بتاكله بس هو اللي بيمتص. المريض ده مشكلته ان امتصاص الحديد بيبقى ايه؟ بيبقى عالي، وده بيكون حاجه جينيتك. بيسموا الجين حتى بيسموه كده HFE، يعني هو بتاع الحديد هيريديتري ايرون، واخد بالك؟ وده بيكون على الكروموزوم رقم 6 وبيكون خلاص اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. في نوع تاني اسمه سكندري الايرون اوفر لود، زي مين؟ الكرونيك هيموليتيك انيميز، مش بيكون عندهم ثلاسيميا حديد زياده ولا ايه؟ مش بقى نديله الاسبرال ايرون كليتنج ايجنتس، مش كده؟ ما انا باخد منه حديد، ما ينفعش نديله حديد. الناس اللي عندها اولاد اللي بتاخد علاج حديد باستمرار، حد خد بلاد ترانسفيوجن كتير، كميات كبيره، دي اسمها ايرون اوفرلود، عمال ياخد علاج وخلاص الانيميا اتظبطت بس عمال ياخد بزياده. يبقى دي حاجات اسمها، او اللي عندهم سيندروم بلاستيك انيميا اصلا مش عارفين يستخدموا هذا الحديد. يعني كل دي حاجات اسمها ايرون اوفرلود. زياده الحديد دي هتعمل مشاكل طبعا، من ضمنها السيروزس والهيباتوسيلر كارسينوما هنا في تلت الحالات. يعني معايا هاي انسيدنس اوف هيباتوسيلر كارسينوما، معايا نسبة عالية جدا وكبيرة جدا من الهيباتوسيلر كارسينوما، ماشي الحال؟ المرض ده ديزيز اوف ميل، والمعنى واضح. ديزيز اوف ميل لماذا؟ اصل الراجل بسهولة يبقى عنده ايرون اوفرلود، لكن الست لا، لان عندها ريجولار منسز، فهو ديزيز اوف ميل. انت عارف ميل تو فيميل 24 لواحد. مبسوطين قوي. يعني ايه؟ كل 24 راجل قدامهم ايه؟ ست واحدة، يعني هو انلايك ان هو يحصل في فيميل، ماشي كده الحال؟ الحديد الزيادة في الليفر هيعمل سيروزس وترغي، بيتوسط في أماكن تانية، في السكين يعمل هايبر بيجمنتيشن، في الـ في الـ في البنكرياس يعمل دايابيتس، يبقى سكندري، وده بنسموه برونز دايابيتس، يتوسط يا ولاد في التستكس يعمل تستيكولار اتروفي، في الجوينز يعمل ارثرالجيا، في الرايت سايد اوف هارت يعمل ريستريكتيف كارديومايوباثي، ممكن كمان يدخل يعمل انفيجن البيتيوتر يعمل باند هايبوبيتريز. يعني الافكت بتاعه بيبقى على اماكن متعدده، لكن ما تنساش بقى احنا بنتكلم على الليفر. فانا لما بتكلم هنا هقول ايه؟ يا اما كومبنسيتد يا دي كومبنسيتد على مستوى الليفر، ممكن بارينكيمبلس ليفر سيل فيلير، بورتال هايبرتنشن. حته الكوز دي هقول الاذر سايز، اقول ما يميزه ان هو واحد برونزو دايبيتس سكين بيجمنتيشن كده. يعني الكومبليكيشنز كلها مع التركيز على كلمه اسمها هيباتوسيلر كارسينوما. الليفر نفس الحاجه، بس الليفر هنا مش بسهوله ان هو يكش، دايما بيكون حجمه كبير، لان اصلا عليه البوزيشن يعني اكتر. الانفستيجيشنز هي، لكن لما نعمل حاجه سبيسيفيك انا مش هقول انتوا اللي هتقولوا. هنعمل ايرن بروفايل، خمس حاجات هسال وعايز اجابات صاروخيه. السيرم ايرن والسيرم بروتين والترانسفيرين ريلاتيفلي قليل، والترانسفيرين ساتوريشن والبيبس. الله يبارك فيكم. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايرن بروفايل، هيكون طبعا في الاتجاه العالي. لو خدت ليفر بايوبسي نفس الحاجه بس في ايرن، يعني الحديد اصلا مترسب بكميات كبيره. يلا بقى عالجوا لي العيان ده. هنعالجه ازاي؟ والله يا دكتور هنعمل سبورت بكل حاجه، بس العلاج هو عليه مين؟ السبب. فانا عايز اعالج السبب قدر الامكان، انا عايز اقلل الحديد. في ايرن كليتنج ايجنت اسمه الاسفراج، او اعمل له ريبيتد بيني سكشن، وببص على الفريدين. الفريدين ده اصلا ممكن انا ببدا اعمل له اصلا بيني سكشن لما يكون فوق ال 300. واخد بالك؟ في ناس على فكره بيقول لك فوق ال 1000، فانت بتقعد تعمل له ريبيتد بيني سكشن لغايه لما تنزل هذا الفريدين قدر الامكان، واخد بالك؟ فريبيتد بيني سكشن وايرن كليتنج ايجنتس هو ده العلاج. وكلمه جينيتك كونسلنج مهمه. يعني لو جالك حد النهارده
عنده شخصته برايمر اللي هو هيريديتري، لازم تبص على العيله بتاعته عشان تحافظ عليه هي كمان. ماشي كده الحل؟ ما عندناش في جديد، نفس الكلام هو السبورت تريتمنت، لكن ما تنساش فين سكشن وريليتد بارتيمت ديسفيرال. خلاص المرض اللي بعد كده الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي، نجيهم من اول. الفا 1 انتي تريبسن لو بيطلع من الليفر بيتصنع في خلايا الكبد وبعدين يروح يقعد في اللنج، بيقعد في اللنج عشان يحمي الالفيولاي من الالاستيز انزايم اللي هو بيطلع من النيوتروفيل. بطريقه ثانيه النيوتروفيلز اللي موجوده اصلا في الريسبيراتوري سيستم بتاعنا بتطلع انزايم اسمه الاستيز. هذا الالاستيز رايح يدمر مين؟ الالفيولاي، ولو دمرها يحصل لها ديليشن وترابشر يؤدي الى انفيزيما. ماشي يا ولاد؟ بس ربنا عمل لنا حمايه عظيمه جدا اسمها الفا 1 انتي تريبسن، بيطلع منين؟ بيتصنع فين؟ في الليفر، ويروح عشان يقعد يحمينا. مفهومه؟ لو هذا البروتين الفا 1 انتي تريبسن ما تصنعش يبقى عندي مشكلتين. المشكله الاولى ان البريكيرسور بتاعه الماده الاوليه اللي هيتصنع منها متراكمه قاعده وبعدين عماله تطلع بكميات كبيره. وده بيدمر خلايا الكبد، يبدا يعمل ايه بقى؟ هيعمل بقى هيباتوميجالي وكونجكشن وهيباتيتس وسيروس والحوار ده كله. ابطو حتى ان هو يدخلنا في الليفر سيل فيلير. في نفس الوقت الالفا 1 انتي تريبسن ما راحش لمين؟ عشان يحمل الالفيولاي، اصبحت الالفيولاي بترابشر، بس خد بالك يحصل له انفيزيما. هو بيشرب سجاير؟ هو عنده برونكيال ازمه؟ هو ما عندوش حاجه، فيسموها برايمري. يبقى برايمري بتحصل في سن صغير او بتحصل حتى في واحد نون سموكر، ولما يحصل كده يسموها برايمري انفيزيما. يبقى اللي هيجمع السيروزس، مع الانفيزيما مع بعض كلمه اسمها الفا 1 انتي تريبسن. المرض وراثي، فلازم اعمل سكريننج للعيله، فهتلاقي في بوست فاميلي هيستوري. ممكن يكون معاه اسوشيشنز حاجات اخرى، تلاقي ده في انيوريزم مش عارف ايه، يعني ممكن تلاقي المرض معاه حاجات ثانيه. العلاج، لو انت از ايرلي از بوسيبل اديته الالفا 1 انتي تريبسن، يبقى انت عملت بروتكشن للالفيولاي، وفي نفس الوقت لما بتديه بيعمل سبريشن لهذا البريكيرسور ما يتكونش. ما انت خلاص، ما انا عندي هو البريكيرسور عمال يزيد ايه؟ لا واخد بالك، لان انا ما عنديش في الدم اصلا الفا 1 انتي تريبسن، مش موجود. فانت بتعمل صبر، بس انت الشطاره انت اديه في الاول. طب يا دكتور لو حبيت اتكلم عليه، لما اتكلم هنا كل حاجه ماشيه، بس اجي عند الكوز اقول لك لا ده هو مش على قد مين؟ مش على قد الليفر بس، يا الليفر نفس السيكل اللي بتحصل، لكن معانا كمان لكن معانا انفيزيما، ودي الكلمه المهمه هنا. والعلاج بتاعنا هنزود كلمه في العلاج، لابد ان انا از ايرلي از بوسبل اديله هذا الفا 1 انتي تريبسن خاص. ويلسون ديزيز، مشكلتي في الكفر، الميكانيزم مش مفهوم قوي، بس هو الفكره ببساطه بناكل كفر، النحاسه بناكله في اللحوم، موجود في المكسرات، موجود في السمسم، بيحصل له ابزوربشن، بيتشال حاجه اسمها سيريو بلازمين، ده مهم قوي، يعني هو الهولمارك او المشكله في السيريو بلازمين ده. يشيله يوديه للتشو والزياده يبدا يحصل لها ايه؟ اكسكريشن. ايه اللي بيحصل هنا يا ولاد؟ غالبا الخلل بيكون في هذا السيريو بلازمين، ان هو نسبته قليله فمش عارف يشيل قوي. يعني مثلا ايه، هو انت اكلت بتاع نحاسه وبوله شويه شاله فراحوا قعدوا في الليفر، قعدوا الحته اللي بيقعدوا فيها اصلا، المكان اللي بيقعدوا فيه ما عرفوش يتحركوا منه. فاصبح دلوقتي ايه؟ التيشو كبر زياده. التيشو كبر زياده. ولو في شويه مشي في الدم مش لاقيين حاجه يتشالوا عليها فبينزلوا في اليورين. فاليورينري كبر زياده، لكن بص يا دكتور السيرم كبر قليل. والسيرم سيريو بلازمين قليل، انا عندي اربعه بارامترز. انطقوا. السيرم كبر. لانه ايه؟ قاعد في التيشو مش عارف اصلا يتشال، مش كده ولا لا؟ لكن يا اولاد اليورينري كبر. لان اي شويه كبر بيجوا بيورين روح نازلين، لكن التيشو كبر لو خدت بايبسي. والسيريو بلازمين هيبقى قليل. ماشي يا اولاد؟ والسيرم كبر قليل. انا عندي حاجتين قليلين، السيرم كبر والسيرم بلازمين، حاجتين عاليين. التيشو واليورينري، سهله ولا لا؟ انتوا حاسسكم تايهين يعني. السيرم بلازمين مش موجود. فلو شال شويه وراحوا قعدوا في حته مش عارف ينزلهم تاني. فاصبح قاعد في التيشو كتير، لكن قاعد في الدم مفيش حاجه يتشال عليها. واول ما يعلى في الدم ينزل في اليورين، اول ما يطلع في الدم ينزل مفيش حاجه تشيله، فهمتوني ولا لا؟ فاصبح اليورينري زياده والتيشو زياده، لكن السيرم بلازمين ده اهم واحد اصلا، بيكون قليل، وبالتالي السيرم كفر هيبقى قليل. الفكره ان المرض ده بقى يعني بيأثر على حاجات كتير. هو كلمه ايه؟ كلمه يعني ليفر ديزيز اوكي، يعمل ده من اول اكيوت وكرونيك وكرونيك اكتف وسيرودس، يعمل كل حاجه في الليفر. الحاجة الثانية بيجي في الفيزيال جامد والكفر ده يقعد يتأثر فيها، عشان كده اسم المرض ايه يا ولاد؟ هيباتو لنتيكولار لنتيفورم للفيزيال جامد، فيعمل لي بقى باركنسونيزم ويعمل لي
اكسترا هيباتيك سوري ويعمل لي اكسترا رامنر مانيفيستيشن ويعمل كوريا. الفكره بس لما يقول لك واحد عنده سيروزس وديس ارتريا لو مثلا مرض ما تثبتش او حاجه يبقى دوت ماشي مع هذا المرض. كمان بيحصل معاهم هيموليتيك انيميا. كمان يقول لك بيحصل معاهم حاجه اسمها كايسر فليشر رينج. بتلاقي فيه سيلفر رينج كده حوالين الايه؟ الكورنيا كده من فوق. دي مشهوره جدا هتلاقي عندهم كايسر فليشر رينج ودايما يحب يعمل رينال افكشن. يعمل حاجه زي الفانكوني والرينال تيوبلر اسيدوزس. التيبيوس وظيفتها تعمل ري ابزوربشن للحاجات المهمه. لو حصل خلل في رينال تيبيوس كل حاجه رايحه لها هتبدا تنزل. ده اسمها نون سيلكتيف تيوبلر ديسفانكشن. النون سيلكتيف تيوبلر ديسفانكشن اشهر واحد اسمه فانكوني. فالويلسون من ضمن الاسباب يعني الكفر لما بيقعد هناك بيدمر المنطقه بتاعت رينال تيبيوس. فرينال تيبيوس فقدت قدرتها على الري ابزوربشن فبالتالي يبقى عندنا حاجه اسمها فانكوني بس مش انيميا. دي فانكوني سندروم. تلاقي بقى اليورين بتاعه مليان جلوكوز ومليان امينو اسيد ومليان بوتاسيوم ومليان كالسيوم ومليان كل حاجه. يبقى انا عندي خمسه بريزنتيشنز. او على مستوى الليفر هتشرح الكلام ده كله. ماشي على مستوى البيزر جانجليا هو الانتيكلر يجي بيه يعمل لي باركنسونيزم يا كوريا. هيعمل هيموليتيك انيميا اسوشيال هيموليتيك انيميا. يعمل كايسر فليشر رينج دي مهمه عشان كده تيجي في المساله كده يقول لك ورينج مش عارف فين. في العين خلاص. بعد كده يجي على مستوى رينال تيبيوز يعمل فانكوني ورينال تيوبلر اسيدوزس يعني تيوبلر ديس فانكشن. حلو الكلام؟ دكاتره لما اقول لك كلينيكال بيكشر انا زهقت بقى. هنا هتقول ايه؟ هقول الاربع حاجات المميزه يعني الحاجات الزياده اللي هنا ونفس الكلام هو طبعا الهيباسوكس هو ما عملش كتير قوي يعني مش زي الهيموكروماتوزس. الانفستيجيشن هي بس طبعا لما تاخد ليفر بيبسي دايما يعني هتلاقي الكفر زياده والحاجات السبيسيفيك اربعه. السيرم كفر والرينري كفر والتشو كفر والسيرو بلازمين زي الفل. ماشي العلاج. العلاج فيه كلمتين كفر كليتنج ايجنتس اسمه بنسلامين كفر كليتنج ايجنتس وكمان الزنك بيقلل ابزوربشن اوف كفر. يبقى انا عندي دي بنسلامين وعندي ايه؟ زنك. دول الكلمتين. يبقى عايز زنك وعايز والباقي كله سيمتوماتيك والسبورتيك والايه والكلام بتاعك ده كله. ماشي كده الحال؟ الكوهوليك سيروزس. الكوهوليك سيروزس لو حد بيشرب كده ولا ايه؟ طيب لو حد بيشرب كحوليات مشكله الكحوليات انها فيها اسيتال كهيد وده هيديني اسيتيك اسيد وهيدروجين ايون يحول لي الناد الى حاجه اسمها الناد بي الى ناد بي اتش. مش عارف يعني ايه الكلام ده بس هو الفكره يعني ان ده اصلا بيعمل انتربشن للكربوهيدرات والفات ميتابوليزم. الاسيتيك اسيد ده ليه دايركت افكشن على الميتوكوندريا فاكرين؟ فيبدا يدمر الميتوكوندريا ويطلع كميات كبيره من الاي اس دي. داخل في تركيب الاي اس دي زي ما البيريدوكس اللي هو الفيتامين بي 6. فيقول لك الناس اللي بتشرب كحوليات بيتدمر كتير عندهم ميتوكوندريا فبتطلع كميات كتيره من الاي اس دي فتبدا تستهلك الكثير من الفيتامين بي كومبلكس خاصه الفيتامين بي 6 كمان مره. الناس اللي بتشرب كحوليات يبدا يتدمر عندها الكثير من الميتوكوندريا والميتوكوندريا بتطلع حاجه اسمها اي اس دي داخل في التركيب بتاعه الفيتامين بي كومبلكس خاصه فيتامين بي 6 ده بيفسر حاجه ان دول بيحصل لهم ريفرال نيورون هيحصل لهم مشاكل في المخ، مشاكل في الاعصاب، الحاجات دي كلها بسبب ايه؟ الفيتامين بي كومبلكس خاصة مين؟ لأنه داخل في تركيب مين؟ لو احنا قلنا مال الاي سي دي اصلا. ما هو بيحب ما بيطلع من الميتوكوندريا وهو اصلا بيحب يضرب مين؟ فهمتوا دي ولا لا؟ طب لو واحد بيشرب كحوليات ممكن يحصل ايه في الليفر بتاعه؟ والله كذا حاجة. ده هو ثلاث مرات. نعم البنت مات. بص يا دكتور. مش عارفين بيت مال؟ ايه بيت مال؟ سكول فيلير مش كده؟ طيب انا بقول الاسيتيك اسيد بيضرب الميتوكوندريا بيطلع كميات كبيره من الاس دي. الاس دي داخل في تركيبها الفيتامين بي كومبلكس خاصه الفيتامين بي 6 يبقى انا استهلكت كميات كبيره من مين؟ يبقى المخزون بتاع الفيتامين بي اللي عندي بدا ايه؟ هيعمل بقى نيورولوجيكال مانيفستيشن. تمام؟ بص يا بيت
الكحوليات تعمل ايه في الليفر عموما؟ ممكن تعمل لو واحد شرب بوست مره واحده بقى خد بومبا في اي حاجه وعايز يسكر ويسكر 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 يدخل في اكيوت هيباتايتس. اكيوت الكوليك هيباتايتس دي مفهومه. طب على اللونج ران يا دكتور، على اللونج ران بنعمل بقى حاجه اسمها فاتي ليفر، هو بيعمل ابنورمال كربوهيدرات وفات ميتابوليزم، فتلاقي الدهون تقعد تتنصب عليه. هيعمل لي حاجه اسمها فاتي ليفر، وساعات يحصل اسمها انا هاخدها درس كده لوحده فاتي ليفر كمان بكره ان شاء الله، يقول لك استياتوزس. وساعات بيبقى في لمفوسايز انفيتيشن اسمها استياتو هيباتايتس، وده نهايته سيروزس، وده نهايته ايه؟ ممكن بقى انا قلت اللي عندي والله والله قلت اللي عندي، هنمشي نفس السكيما دي، بس الفرق فين؟ هنا. يعني هو يا اولاد اللي بيشرب كحوليات ده، يعني اللي بيشرب كحوليات ده حصل له مشاكل في الليفر بس؟ طب ما تقول لنا شويه حاجات كده. سي ان اس يحصل ايه؟ قول لي خمس حاجات في سي ان اس وديك كل اللي فيه. بس سيبهم دي ولا لا؟ سيبهم دي. قول لي خمس حاجات. بص انا مش عايز اقول خمسه. حلو. يعمل ايه؟ يعمل تريموس، توكسيك تريموس. حلو. لا. يعني بيعمل حاجه اسمها فيرنكس انكفالوبي. انكفالوبي التوكس. ايه الفيرنكس دي؟ يحصل له انكفالوبليجيا وكونفيوجن واتاكسيا. اسمها ايه؟ فيرنكس. ويعمل كورساكوف. ايه كورساكوف؟ يحصل له امنيزيا او كونفابيوليشن. يعني ايه كونفابيوليشن؟ يعني تالفات خاصه بالعظمه. يعني ايه؟ انا اقول لك انا جدع. مش قلت لك انا واحد في كاس ويسكي ثلاث نوع الناس. يعني ايه؟ هي ايه اصلا؟ هي الفرقه دي اسمها ايه؟ دي اسمها ها كونفابيوليشن. ها يبقى انا عندي حاجتين فيرنكس وكورساكوف بخمس كلمات. لا انا هتكلم براحتي بس ده مهم يا ولاد. ها العيان عنده فيرنكس ليه فايمن ديفيشنسي وفي مالكو. ها ثلاث حاجات اوبسالو ريجن وكونفيوجن واتاكسيا. خلصت؟ خلصت؟ وكورساكوف حاجتين امنيزيا عمال ينسى بس عمال يهيس كونفابيوليشن. يبقى دي اسمها على بعض اسمها ايه بقى؟ فيرنكس وكورساكوف سندروم. طب بريفرال نيوروباثي توكسيك تيرمو زي زمان لما قال دي كل حاجه بتحصل. مايوباثي سكندري مايوباثي ده على انا بتكلم على مين بس؟ على مستوى نيورولوجيكال بس. يعني بيشرب كحوليات يحصل له مشاكل كتير، يحصل له كده فايبروزس هنا في العضله مش عارف اسمها بالماري زونجز ولا يعمل لي كده تلاقي سبعين مدنيين كده. حاجه اسمها ديوبرتين كونتراكشن. ديوبرتين كونتراكشن. ديوبرتين كونتراكشن تلاقي ايده عامله كده. تلاقي العين اصلا اللي بيشرب كحوليات ده اصلا اللي بيشرب كحوليات ده عنده ديستربنس في الليبيد ميتابوليزم، ده عنده هايبر كوليستيرينيا ومشاكل وهكذا. يعني الدنيا مش هتقف على ايه؟ مش واقف على الليفر بس. يعني الخلاصه يا ولاد اهم حاجه هيستوري اوف كورونيك الكول امبير اند اذر مانيفستيشنز اوف كورونيك الكوليزم از كذا 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 كذا. قول لي امثله. فهمتوني ولا لا؟ وده اللي بيميزه. اما باقي الاحداث يا دكتور مفيش كلمه جديده. مفيش كلمه جديده بس لما هاجي على الليفر انزيمز هقول كلمه. مش هقول كلمه. مش هقول كلمه. هقول كلمه. قلنا الـ ACT الـ ALT أكتر من اثنين على واحد. اشمعنى؟ عشان هو بيضرب الهيباتوسايتس في الميتوكوندريا بتاعتها فبيطلع كميات كبيرة من الـ ACT. فاكرين ولا إيه؟ ها ماشي. وكل حاجة بعد كده هي نفس الكلام هو هو. طب العلاج؟ واقف الكحولية؟ ده الوحيد اللي تقول له واقف الكحولية، تقول له ستوب الكول. أي حد بعد هو طبعًا لما يحصل توكسيسي بتقول له واقف الكحولية. عشان أنت لو سافرت بره قلت لواحد واقف الكحولية تبقى إرهابي. أيوه متطرف ورحلوك. دي حاجة اسمها قلل الكحوليات. ايه بقى الليمت بتاع الكحوليات المسموح بيها؟ ايه الليمت بتاع الكحوليات يعني؟ الكاس؟ يعني كاس ميه قد ايه؟ على حسب راجل ولا ست؟ لا على حسب نوع. على حسب نوع الايه؟ ماشي. ما هو نوع الكحوليات بتتحسب بحاجه اسمها يونت. هو حجم اليونت ده بيفرق بس هو في حاجه اسمها يونت. المهم بقى اسموه بقى لو راجل لو راجل ما زودش عن 20 واحده في الاسبوع ولو ست ما زودش عن 14 واحده في الاسبوع. 14 وحده في الستات و20 وحده في الايه؟ الوحده دي على حسب يعني هي 10 مللي من الكحول المركز اللي هو الاصل يعني بيتحط عليه بقى شويه حاجات صودا بقى ومش عارف ايه وبتاع. مش في بيره هنا وفي ويسكي وفي بودكا وبلاوي يا اولاد. اليونت اليونت هي ثابته بس الحاجات اللي بتتحط يعني بصوا بتاعت البيره كده كده 330 مللي 1 يونت 1 يونت ازازه البيره ستيلا دي عارفينها؟ عارفينها منين؟ عارفينها منين؟ عارفينها منين؟ دي عباره عن 2 يونتس مثلا يعني ازازه الويسكي اللي زيها 10 يونتس ليه؟ ليه؟ ما هو الاثنين نفس الحاجه تركيز الكحول. على فكره بقول لك التركيز فهمتوني ولا لا؟ يعني واحد بيشرب كحوليات فبيقول لك انا بشرب كحوليات انا بجيب ازازتين ويسكي في الاسبوع
اذا زادت الويسكي الواحده 10 مكتوب عليها 10 يونت، يبقى اذا 22 وحده ما تعديش الليمت ده. انا لو حد بيشرب طبليات وما عندوش مشاكل، لو انت مسافر بره تبقى مستحيل تقول له بطل، مش عارف اسمها ايه ريديوس، قلل، مش عارف لو قلت له بطل تبقى مصيبه. ماشي يا جماعه؟ مش بتكلم ده، بتكلم ايه؟ 20 وحده في الاسبوع والستات بس. ماشي؟ تتكلمين على ايه؟ هو ايه فوائد الكحوليات طيب؟ بتصلح الفاميليا التنمس صح؟ بس كده؟ قال لي ستريس موضوع الفاميليا التنمس على فكره بتظبط، لا سمول اماونت امبروف ليفل بروفايل بتصلح الديسبيديميا، سمول اماونت بتصلح دي. مش في ناس عندها فاميليا التنمس هيضرب كده قبل الامتحان يبقى كده. مش قلنا؟ مش قلنا كان ده في الاول قلت لك لو واحد حد بيتوتر ويقعد صوته يرتعش وايده ترتعش ويجي يفحص مش عارف يفحص الكلام ده، الجراحين على فكره قبل العمليه بيضرب كاس. تقعد تحت الجراح كده ويقعد بيضرب كاس قبل العمليه، وانت نام تحتيه خد بالك. هيعمل احلى شغل. وعلى فكره بيعمل ايه؟ بيظبط مين؟ الترمس دي مشهوره على فكره. عشان السوسيسي في الستات عشان هم عندهم فاتي ليفر بس. فبالتالي نسبة ان يحصل لهم ازدياد الغلاس عالية. ايه اللي بتنزل صح؟ ماشي. هذا رقم خاص هذا الشيء. بصوا بقى مش عايزين دوشة ونخش على الحاجة المهمة. الناس اللي عندها الناس اللي عندها سيروز دول كلهم دكاترة صح؟ قسموهم ليه حاجة اسمها تشايلد اي وبي وسي. اكوردنج تو حاجة اسمها تشايلد باك كلاسيفيكيشن اوف سيروز. تقسيمة الايه العيل بتاع السيروز. قسمهم ليه بقى؟ اسوم لي بلس اي وبي وسي تشايلد اي وبي وسي اكوردنج تو مين بارامترز. البارامترز دول عددهم كام؟ خمسه، اللي هم وجود اسايتس وهيباتيك انكيفالوبس، ودي حاجات ايه؟ كلينيكال. حلو كده؟ وثلاثه اللي هم البلوروبي والالبومين والبروترومبل تايم او الاي ان ار، المحصله واحده ولا ايه؟ طيب كل واحد من دول بياخد سكور، السكور بتاعه بيبقى من واحد او اثنين او ثلاثة. تمين اللعبة ولا لا؟ نمسك اول حاجة لو في اسايس ما فيش هياخد واحد، لو في مودريت او سيفير يبقى نون مودريت سيفير اسايس. ما فيش اسايس في مودريت اسايس في سيفير اسايس. ما فيش هيماتيك انكفالوبس في انكفالوبس، بس بيسموه ايه؟ ستيج 1 او 2 انكفالوبس. الانكفالوبس ده بيمر باربع مراحل. المرحلة الثالثة دي اسمها ستيوبر اللي هو الذهول الهذيان خلاص مش قادر، وأربعة اللي هي ديب كوما. واحد ده اللي هو يبقى عنده عصبية وريتابول وريستلس ديسك وفلابنج تريمورز والحوار ده. اثنين ده عنده شوية كونفيوجن وديس اورينتيشن، يعني هو في المرحلة الأولى أو الثانية ياخد إيه؟ لكن باينة الثالثة والرابعة هيبقى ما عندوش خالص، هيبقى فاهمين حاجة؟ طيب نفس القصة هنا البلوروبل، عارفين البلوروبل طبيعي كام؟ أقل من واحد، لو كان أقل من اثنين هنعتبره طبيعي، من اثنين لثلاثة أكثر من ثلاثة، سهل. ماشي؟ ها الالبوم اللي اكتر من 3 ونص لا قشطه، من 2.8 من 10 لغايه 3 ونص. ها ماشي؟ لو قال من 2.8 من 10 والله شكلكم مش عارف. البريروبس مش نورمال اقل من واحد؟ فانا بقول لك لو عايز اقل من 2 قشطه، لكن من 2 ل 3 عالي شويه، ياخد 2 اكتر من 3 ياخد 3. ها الالبوم ها هو نورمال خلاص لو كان كده حلو. واحد لو كان من 2.8 من 10 لغايه 3 ونص، طب اقل من 2.8 من 10 ياخد 3. فهمتوني؟ البروترومبل تايم او الاي ان ار اللي يعجبكم. الاي ان ار من 1.8 من 10 ده الرقم اللي هتحفظه، لكن عايز تحسبها بالبروترومبل تايم كام ثانيه فوق النورمال؟ كام ثانيه؟ ايه؟ يعني هو هنا زاد كام ثانيه فوق النورمال؟ زاد 4 زاد 6 ثواني، لا مش عارف من 6 ل 9 لا اكتر من 9 ثواني، يعني كام ثانيه فوق النورمال بتاعه؟ وبعدين مش دول خمس حاجات؟ كل حاجه من دول هتاخد ايه؟ هتاخد درجه. لو هو اقل درجه تتاخد كام؟ خمسة. لو كان خمسة أو ستة يبقى كلاس إيه؟ لو كان من سبعة إلى تسعة يبقى بي، أكتر من تسعة. فهمتوا حاجة؟ يعني إيه تشايلد سي بقى؟ ده أوحش حاجة، ده أوحش حاجة. وده على فكرة وده البارامتر اللي يعني ده اللي هو المعتمد الناس ماشية عليه، وإن كان هو inaccurate. inaccurate إيه؟ عشان في مشكلة يا أولاد بتحصل ناس عندهم سيروزس كبيرة وهنقولها كمان شوية، اسمها هيباتو رينال سندروم، وده جزء أوف ديس مشهور جدا، هو هنا أقفل الكليات والوريا والحاجات دي كلها. فعملوا حاجه ثانيه اسمها ميلت موديل فور اند ستيج ليفر ديزيز. موديل فور اند ستيج ليفر ديزيز
دوت بيستخدم بقى الجي اف ار وسيرم كرياتين ويوريا والحاجات دي وبيحطها مع الجرام دي، بس معادلات معقده يعني عشان تستخدمه مش بسهوله، لكن ربما يكون ده المستقبل. بيعملوا فيه كده شويه حركات بحيث انه يخلوه يبقى ايه؟ يبقى حاجه سهله الناس تستخدمها، بتعرف يستخدم بسهوله. لكن ده صعب شويه، بيحاولوا يعدلوا بيه عشان يعدلوه عشان ينزل السوق. ماشي كده الحال؟ لكن اوكي. ده اسمه شايلد باك كلاسيفيكيشن لكل الناس اللي كان عندها سيروزس لابد ان احنا نعمله لهم. على فكره درس السيروزس انا من وجهه نظري اتلم بصفحتين. هتحط الاسكيم بتاعك، الحاجات الثوابت، وبعدين تمسك كل مره ما تقراش بقى اللي في الكتاب كله، تعمل ايه؟ لا يتميز ما هو الكتاب مش هو كاتب كل حاجه، لا يتميز ان في كذا 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 بس. يبقى انت لو جالك واحد منهم مثلا جالك هيموكروماتوزس، انا كده كده هكتب السيروزس كله، بس هركز على الحته دي الخاصه بتاعته، بيجر سيروز اركز على الحته بتاعته، لكن هم في الاخر كلهم دروس متشابهه وشكل بعضها يعني. قشطه يا ولاد ولا ايه؟ الجزئيه الثانيه. ليفر سيلف فيلير، بص يا ولاد، الليفر سيلف فيلير هو طبعا فيلير اوف ليفر تو مينتين ميتابوليك فانكشن، اللي هو طبعا السكريتوري او السكريتوري فانكشن والسنسيتيف فانكشن والديتوكسيكيشن فانكشن. لو الليفر بقى مش قادر يمكن الوظائف بتاعته، يبقى عندي حاله اسمها ليفر سيل فيلير. الليفر سيل فيلير دي ليها اسباب كتيره، قول كل اسباب السيروزس، ولما اقول لك في المصريين تقول لي بوست هيبريتيك سيروزس، في العالم كله الكوليك سيروزس، لكن في اسباب ثانيه، يعني في حاجات ثانيه. مثلا ممكن يحصل ايه؟ في حاجه اسمها كولين ستيزس اوف بريجنسي ممكن تؤدي الى ليفر سيل فيلير، في حاجه اسمها ريز سندروم. ريز يملكوا الاطفال. يحصل سويلنج اوف ليفر سيلز والبرين سيلز لما بياخد افتر انجكشن اوف اسبرين، فكانه هايبر سنسيتيف مين؟ ان بيشنت او ان تشايلد ويز فلو، هو عنده دور برد، عنده فلو، عنده شويه سخونيه ولا حاجه، ودته اسبرين، حصل هايبر سنسيتيف عمل سويلنج في البرين وسويلنج في طبعا مثلا ده من ضمن الاسباب، لكن انا انصح قول لي كل اسباب السيروزس والدنيا هتمشي. خلاص؟ المانيفستيشن بتاعتها كتيره، انا هبدا بالهيباتيك انفلوس. هبدا بالمانيفستيشن بتاعتي في الحاجه الكبيره اللي هو المهم هيباتيك انفلوس. هيباتيك انفلوس تاني اشهر سؤال شفوي على الاطلاق بعد الدايابيتيك كيتو اسيدوز. هيباتيك انكفالوباسي تاني اشهر سؤال شفوي. هيباتيك انكفالوباسي سؤال نظري. يعني ايه كلمه هيباتيك انكفالوباسي؟ هيباتيك انكفالوباسي يعني نيورو سايكاتريك ديس اوردر افكتنج بيشنس ويز ادفانسد ليفر ديزيز اور بيشنس ويز بورتو سيستميك شانت. نيورو سايكاتريك ديس اوردر يعني بيحصل ايه؟ تغيرات او الخلل بيكون حاجات ايه؟ حاجات نفسيه عصبيه. بتحصل للمريض اللي عنده ليفر ديزيز، عنده خلل في الليفر، او حتى الليفر بتاعنا سليم بس عندنا سيفير بورتال هايبر بريشر. ركزوا لي في الحته دي شويه. مش ده البورتال بتاع ده البورتال اللي بينهم. انا كمان عندي سيروزس هنا جامد. والدنيا مقفله، اخبار البورتال بريشر ايه؟ لما يكون عالي يا اولاد قوي مش عارف يعدي لان الدنيا هنا متقفله، في سيفير بورتال هايبر بريشر يبدا ياخد طريق ثاني اسمه بورتو سيستميك شان، فيروح صاب على طول في السيستميك سيركيوليشن مباشره. طب ما هو كده التوكسس اللي جاي من الانتست ما عدتش على مين؟ وخدت الطريق الثاني وراحت على طول، ولو راحت على طول الجسم تبدا تعمل لي فهمتوني ولا لا؟ يعني مش لازم المريض يكون عنده ليفر سيل فيلر باي نيم، لكن ربما يكون معاه بورتو سيستميك. بس قول يا دكتور هو مش اللي عمل يعني بورتو هايبر تنشن غالبا حاجه غالبا يا دكتور سيروزس او حاجه، لكن ممكن يا ولاد مش لدرجه ان هو دمر كل الهيباتوسايت بقى في ليفر سيل فيلير. دي الفكره، يعني ربما تكون البورتال هايبر تنشن اكتر من نسبه السيرودس اللي موجوده، فبالتالي عدى من البورتو سيستميك شامب. اتفهم دي ولا لا؟ يبقى نيو سايكاتريك ديس اوردر افكتنج بيشنس ويز ادفانس ليفر ديزيز اور بيشنس ويز بورتو سيستميك شامب. الميكانيزم بتاعها مش مفهوم لكنه في نظريات. اكتر نظريه نظريه التوكسنز. والفكره انا هتكلم كلام بسيط. احنا لما بناكل في اكلنا فيه بروتين. البروتين في الانتستين تيجي البكتيريا تشتغل عليه تعمل له فرمنتيشن. لما يحصل له فرمنتيشن بيطلع مواد من ضمنها الامونيا مثلا. في الظروف العاديه الامونيا يتشال الليفر. الليفر يعمل له ديتوكسيفيشن يحوله الى يوريا. تمشي في الدم الكلى تعمل لها اكسكريشن لحد طبيعي. عايزك تقول لي الكلام ده في واحد عنده ليفر سيل فيلر او بورتو سيستميك شط. واحد كل بروتين وعنده ليفر سيل فيلر او عنده بورتو سيستميك والبكتيريا اشتغلت وحولته الى امونيا. راح للليفر يا اما راح وما اشتغلش الليفر عليه يا اما ما عرفش يروح الليفر عن طريق البورتو سيستميك ومشي بالدم. الامونيا بتعرف تعدي البلاد برين بارير اللي هو فين ده؟ هو فين البلاد برين بارير؟ فين يا بابا؟ يعني تحت البريستيم ولا فوق؟ ما اعرفش فين البرين؟ اكتبني البلاد برين بارير
ايه 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 لو نتكلم صح شرط ها البلاد فيزز اصلا بتاعت البرين الكابيلريز الميزيليوم بتاعها اسمه بلاد برين بارير. هو مش بارير بمعنى ستاره مش حاجز ولكن بارير مجازي اسمه بلاد برين بارير. الامونيا بتعرف تعدي التربه هو كان بروتين الدسم تحول الامونيا راح الليبر يا اما الليبر مش شغال يا اما عدى البورتو سيستم. الامونيا بتعرف تعدي البلاد برين بارير اللي هو الاندوثيليوم بتاع الكابيلريز بتاعت البرين تدخل جوه البرين سيلز انتربت الكريبس سايكل اللي مسؤول عن الانرجي بتاعت البرين ما اشتغلتش فدخل في كوما. فهمتوا حاجه؟ في حاجه ثانيه في نظريه اسمها بنزودايزبين ثيرابي. ايه البنزودايزبين او فولس نيورو ترانسميتر؟ ايه الحاجات دي اصلا او جابا يعني ايه اللي حصل؟ يقول لك البكتيريا شغلت على البروتين وطلعت مواد غريبه بنزودايزبين لايك او جابا اللي هو الانهبيتور نيورو ترانسميتر لايك وراحت الليبر. الليبر مش شغال او في بورتو سيستم فعدت مش هي بنزودايزبين. لقوا الناس دول اصلا بيستجيبوا لحاجه اسمها فلومازينيل. ايه الفلومازينيل؟ ده الانتاجونيزم بتاع مين؟ هتقول لك خلاص يبقى هو عندهم مواد اسمها ايه؟ بنزودايزبين. فهمتوا حاجه ولا لا؟ دي نظريات. في نظريه ثانيه بس ركزوا معايا. مش الناس اللي عندهم ليفر سيروز دول اخبار الجلايكوجين ستورج بتاعهم ايه؟ هيقعدوا يتناموا. اخبار الجلايكوجين ستورج بتاعهم ايه؟ طيب وتاني ممكن يدخلوا في فايبو عشان ما تقولش هايبو جلايسيميا بيحصل لهم حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس يعني استخدموا الامينو اسيدز والبروتينات والحاجات دي عشان يكون مين؟ خلاص يبقى الناس عندهم ليفر سيروز ممكن يجيب عندهم حاجه اسمها ايه؟ جلوكونيوجينيسيس. حلو كده؟ فتروح مستخدمه حاجه اسمها برانش تشين امينو اسيد. فلما بتستخدمها اصلا البرانش تشين امينو اسيد دخل في عمليه الجلوكونيوجينيسيس دي اصلا اللي كانت بتصنع ترو نيورو ترانسميتر. اخبار التصنيع بتاع النيورو ترانسميتر ايه؟ وزادت حاجه اسمها اروماتيك ملهاش لازمه دي بتعمل فورس نيورو ترانسميتر. يبقى في خلل في الامينو اسيد. ايه الخلل؟ في زياده في الاروماتيك ودي ملهاش لازمه وفي نقص في البرانشد امينو اسيد ودي اللي ليها لازمه. البرانشد تشين امينو اسيد هي المهمه لانها بتعمل حاجه اسمها ترو نيورو ترانسميتر. لو حصل كده انا بستخدمها في الجلوكونيوجينيسيس فانا استهلكتها فمش عارفه تصنع نيورو ترانسميتر بالصحصح. فهمتوني ولا لا؟ دي حاجه دي نظريه. عايز ايه؟ يا دكتور في حته يا دكتور نظريه دي نظريه واحده. هو بيقول لك ايه ما الليبر يا دكتور اصلا مش عارف يشتغل. ده صح يا دكتور حته شغاله منه يعني. وبعدين واحد قال نظريه زعلوا. اقول لك حاجه يا دكتور طلعوا حاجه كده في المستشفى اسمها امينو البان برانش تشين امينو اسيد بيدوها للعيان اللي عنده كوما يقول لك بيفوق. انا استخدمتها 500 مره ما فوقتش حد والله ما عملت حاجه يا ابني. بس هم قالوا كده قال لك ان في نظر مين؟ فعبوها زي ولا ادوها للناس ما استخدمش اي حاجه او والله يعني اصلا الليفر اللي بيصنع فيه الكلام ده هي نظريه بس مش اكتر. دي نظريه. طيب هل تعلموا بس قولوا لي اه ولا انا مرضى الليفر سيل كده عندهم بلد ريديشن لان في زياده بالايه؟ فازو فايليتور ماتيريال فدي بتزود الكابيلري بيرميابيلتي. فاي توكسس او حاجه ماشيه في الدم تروح ايه؟ تروح داخله. هل تعلموا ان مرضى الليبر عشان الاسايدس والهديمه بنديهم دايوريتكس؟ والدايوريتكس بتعمل حاجتين ها بتعمل هايبوكاليني ها وبتعمل الكالوزس او لايبات. والله بتعمل ايه؟ هايبوكاليني وبتعمل ايه؟ الكالوزس يعني الهيدروجين ايون اخباره ايه؟ ردوا عليا اخباره ايه؟ لما يكون قليل في الدم يروح خارج من جوه الخلايا يدخل مكانه الامونيا. فاهمين حاجه؟ يبقى انا بخرج مين؟ عشان اعوض الايه؟ الكالوزس او بدخل مكانه الامونيا. دي اصلا لوحدها بتبوظ الكريب سايكل بتاعت الخلايا يعني دخلني فين ولا اسال في البرين بقى. فهمتوني ولا لا؟ يعني في نظريه يقول لك الهايبوكالينيا او الكالوزس. الهايبوكالينيا لوحدها مين فاكر كلينيكال بيكتشر الهايبوكالينيا؟ على مستوى ست حاجات بس على مستوى البرين لاك اوف كونسنتريشن اب تو كوما مش كده ولا لا؟ فدي كانت مشهوره يعني الهايبوكاليميا لوحدها. والالكالوز عمل ايه؟ بدا في الكالوز ما عنديش هيدروجين ايون فاخد اللي جوه ليه؟ الخلايا. طب اعوضها ازاي؟ بدخل مكانها وبعدين عندي امونيا كتير مش ضروري الدفر. فاهمين حاجه؟ دكتور بس دي كلها كو فاكتورز حاجات كتيره مع بعض يعني هو مش عامل واحد يعني هو مش حاجه واحده ولكنها عوامل كتيره. طيب العوامل دي عشان تظهر
لازم يكون في بريسيبتيتنج فاكتور. وقلنا من قبل ان البريسيبتيتنج فاكتور لو حصل في حد طبيعي مش هيعمل حاجه، لكن واحد الليفر بتاعه ايه، هو شغال بالعافيه، فيجي بقى يحصل له مصيبه ثانيه تروح ايه، لا يروح واقع. فهمتوني ولا لا؟ يعني لازم يكون في بريسيبتيتنج فاكتور فور هيباتيك انكفالوباسي. زي ايه يا دكتور؟ اكتر حاجه وذا كومنست و ام اس كيو جي اي بريدنج. لو حصل عنده اوسوجيال فايروس جي اي بريدنج ما بتتاثر اي حاجه، الدم اللي نازل في الانتستين ده يعتبر هاي بروتين دايت. وبنفس الوقت هو لما يحصل اوسوجيال فايروس ردوا عليا، ردوا عليا، لما يحصل اوسوجيال فايروس وحصل نزيف اخبار الدم اللي رايح الليفر ايه؟ قليل، مش حصل، مش ريبورتد، مش حصل نزيف، يبقى الدم اللي رايح هنا كمان ايه؟ يبقى الجي اي كي بريدنج اهم حاجه. انا هقول الكلمه وقولوا لي ليه. واحد كان بروتينات كتير، كان لحمه، يعني بعد العيد الكبير هتلاقي الناس كلها بتاعت الليفر جايه في حاله الهيبر انكفالوباسي. ليه؟ قال لحمه كتير، هاي بروتين دايت، يعني كونستبيشن، يعني مش كده ولا ايه؟ كمل يا دكتور، كمل كمل. الناس دول بيحصل لهم لو عنده كونستبيشن. كونستبيشن يعني فرصه لمين؟ للبكتيريا. لو عنده فايرال انفكشن او عنده دايريا او حاجه، الكترولايت ديستربنس. بص يا دكتور، لو خد دايوريتكس كتير، اكسسيف دايوريتكس، لو عملت اسيتيك فلويد تاب، بنفس الهايبوكاليميا، يعني في الكترولايت ديستربنس. بص يا دكتور، بص لو اديته بلاد ترانسفيوجن فروزن عشان الامونيا، طب في امونيا فروزن لوحده فيه ايه؟ يعني من ضمن الحاجات اللي بتحفظه كلمه امونيا، وهكذا. يعني عندي حاجات كتير. يا سلام بقى، العين جالك ريتابول وهيباتيك، هو اللي نامش طول الليل، هو اصلا مريض الليفر كده، لو دخل في كوما يحصل له انفيرتد ستيب ريست، يروح للدكتور اللي احنا عارفينه مش عارف حاجه، يقول له طب خد لك بقى قرص كلمام واحد حاجه خفيفه كده قبل النوم، هينام. ده انت اديته ايه؟ انت اديته منوم، هو اصلا ده هو يعني انا عندك اديته حاجه بنزو دايزبين، وهو اساسا مليان بنزو دايزبين. فهمتوني ولا لا؟ يعني ربما الترانكيولايزر او السيدتيف او الهيبنوتيك هو اللي دخله في الكوما. يعني عندك شويه حاجات بريسبتيتنج فاكتور. البريسبتيتنج فاكتور لو حصلت في ناس طبيعيه مش هتعمل حاجه، لكن عشان هو مريض ليفر هيحصل له كل حاجه. كلينيكال بيكشر بتمر بمرحلتين، مرحله اسمها بري كوما ومرحله اسمها كوما. البري كوما، بري كوما اسمها ساد 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 ساد، اثنين ساد اهو، قول يلا. بص يا دكتور، ها عنده سليب ديستربنس وسبيتش ديسوردر. سليب ديستربنس على فكره دي اكتر حاجه، يعني اول حاجه يقول لك ذا فيرست برزنتيشن از انفيرتد سليب ريزم، يعني يفضل صاحي طول الليل ونام طول النهار. ودي على فكره انت بتعلم قرايبه لو حصل كذا يعرف ان هو داخل في كوما، ماشي يا ولاد؟ ممكن ينام كتير او ممكن يسهر كتير وهكذا. ها سبيتش ديسوردر يبقى كلامه تقيل شويه، ممكن عنده شويه ستاندرد سبيتش، كلام طالع كده وحروف مرتبطه وبدا الحروف تطول منه. ها يحصل له ايه؟ اباتي. اباتي يعني بيتنح. استريكس عارفينها صح؟ لسه شرحناها، بس الميكانيزم هنا ايه؟ التوكسس مع البروديوسبتور، لو قلناها مع الفرقات الفيلك زي او 2، لكن انا مين؟ مش الليفر بيعمل ديتوكسيكيشن يا ولد؟ انا دي معروفه. استريكس يعني عدم سبب، اللي هو الفلافنج تريموس. يحصل لهم ابراكسيا، ما اعرفش يعمل الاعمال اللي هي الدقيقه الصغيره. حتى كانوا بيجيبوا ست عيدان كبريت يقول له اعمل منظر سداسي، انت لو معاك ست عيدان هترصهم كده 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 كده، هو ما يعرفش. او حتى ساعات يعملوا له عشان التريموس يعني يعملوا زي نجمه كده، ها ما يقولوش عليها بالقلم، هذا هو ما يعرفش يعمل حاجه. واخد بالك كان عنده حاجه اسمها ابراكسيا، مش عارف يعمل الحاجات الصغيره. يبقى استريكسس وابثي وابراكسيا. يبقى عنده ديستربد بيهيفير. يقول لك تشايلدش بيهيفير، مخ صغير، مخ اطفال، ها مخ اطفال، فعارف تتصرف كالصبياني. ازاي؟ ازاي؟ بيتربط بسهوله، يعني اي حد يقول له انا عايز كذا دلوقتي، لو ما كانش كذا يقعد يدبر كده ويزعل ويمشي، وبعد شويه يصرف ويجي ياكل تاني. فاهمني ولا لا؟ كده. وبعدين يا اولاد يبقى عنده ديس اورينتيشن، حتى انت لو تتفحص بتاعته النهارده ايه؟ من الصبح ولا بالليل كده، اللي هو النظام بتاع المنتاليتي ده، اللي هو يبقى عنده ديس اورينتيشن. يبقى دول سبع حاجات كلهم اسمهم ايه؟ بري كوما. لو دخلنا في كوما اربع مراحل، واحد اثنين ثلاثه اربعه. اربعه كوما يعني ان ريأكتف ان ريسبونسف، ماشي؟ اللي قبلها ثلاثه ستيوبر اللي هي ايه؟ يعني يبقى ذهول، هذيان، قولها زي ما تقولها، واخد بالك ان هو مش معاك اصلا، بس يعني لحد ما فات عينه شويه او كده. واحد واثنين، واحد دي مرحله الاريتابيلتي، تتميز انها اريتابول، ويبقى معاه انفيرتد سليب بريزم. الثانيه اللي هي كلمه ديس اورينتيشن، فهمتوني ولا لا؟ يبقى دول اربع مراحل، دول كان لازمتهم ايه في التشايلد بادجت؟ مش هو كان واحد اثنين ثلاثه، او واحد ما كانش عنده كوما، اثنين ستيج واحد او اثنين، لكن ثلاثه
ستيج 3 او 4 خلاص كده. لما احب اعمل له انفستيجيشنز هي الاستمر بتاعت الليفر سيل. لكن يا اولاد في حاجتين، في حاجه اسمها اي اي جي. الاي اي جي كان ديتكت هيباتيك انفلوباتي ايرلي. الاي اي جي كان ديتكت هيباتيك انفلوباتي ايرلي، وبيعملوا حاجه اسمها سيرم امونيا ليفل. سيرم امونيا ليفل بنشوف السيرم امونيا. طبعا تعمل انفستيجيشن از بيشنت اوف ليفر سيل فيلير عادي جدا 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 جدا. اهم سؤال فيها هو العلاج. والعلاج خمس محاور: جنرال كير، دايت، بط كلينينج بكذا حاجه، وبعد كده نيورولوجيكال دراكس، وبعد كده في بقى الاذرز اللي هي الترانسبلانتيشن والكلام ده. بصوا يا جنرال، ده واحد في كوما صح؟ حتى في بري كوما، الكير في كوما كوما. تقعد تركب له اسطره وتقلبه كل شويه وتقف على الهيد سورس والبريشر سايت وتجيب البريث والسكريشن والحوار ده اللي هو الكير اوف كوما كوما، نعمله في النيورولوجي بالتفصيل. الكلمه الثانيه الدايت، بالراحه كده وبالهداوه. هو لو لسه في بري كوما وحتى لو في كوما بنركب له رايل وبياكل، احنا مش بنسيبه من غير اكل، بنركب له رايل والاكل بيتضرب في الخلاط وبياخده، والعصاير بياخدها عادي جدا يعني. هتدي له كل حاجه بس بلاش البروتينات ليه؟ اصلا هيتشهر عليها البكتيريا، واحنا قلنا الحوار ده ودي نظريه مشهوره بتاعت الامونيا، فبلاش منها، هنعمل ريستريكشن ليها. الدهون بتعمل نوزي وهو مش مؤذي، لكن اديله ايه؟ كربوهيدرات. ها اديله موز. ايوه ليه؟ عشان يعني اديله الحاجات اللي فيها بوتاسيوم. اهم كلمه اديله مش مشكله. ماشي؟ وبطاطا. حلو ده؟ وقمر الدين، وقمر الدين مش مشكله. الجالت كليننج. ها الجالت كليننج عايز انضف الكورو ليه؟ انا ضبطه ازاي؟ ايه ما دي كلمه انا بكره كلمه اسمها ايه؟ هنا اسمها ايه؟ هاي كورونيك لافاج، ودي توقف التذكره بتاعتك، فكده يبقى الصوت حلو. غسيل اعلى القولون. اصل ايه ما دي بتدخلها في الريكتم يا دكتور؟ ده هبل يعني. عايزين حاجه ايه؟ خرقوم طويل بيدخل لغايه اعلى القولون ويبدا يحط بقى الميه، فيجيب ميه دافيه كده ويحط عليها الكيروز وفلاجيل وحاجات كده مطهرات بحيث ان هو ينضف كل حاجه. اسمها هاي كولونيك لافاج. تعملها كل قد ايه؟ ليس لها بروتوكول، على حسب ما انت شايف. طول ما هي بتجيب حاجات وبنات بتقعد تعملها ان شاء الله كل ساعتين. لا لقيتها نظيفه خلاص كل 6 ساعات، كل 12 ساعه، لما اروح البيت كل 24 ساعه وهكذا. بنستخدم دواء مشهور جدا اسمه لاكتيولوز. لاكتيولوز. اسمه كده لاكتيولوز. ده في الانتستين بيتحول لحاجتين، لاكتيك اسيد ولاكتوز. اللاكتوز ده بيعمل اوزموتيك دايريا. بيعمل شويه فلاتولنس ويسان وبتاع بس اوكي ده مطلوب. واللاكتيك اسيد له انتي مايكروبيال اكشن. خد بالك انا اشتغلت على حاجتين، مش في بكتيريا؟ اللاكتيك اسيد ايه؟ قضى عليها. وبنفس الوقت يا ولاد وبنفس الوقت انا قضيت على البكتيريا ومنعت الكونستبيشن. لان الكونستبيشن كانت تعتبر حاجه هيشتغل عليها البكتيريا، فانا خلاص منعتها. وكمان تدي له نيومايسن. مش معنى نيومايسن يعني الامونيا بلاكتوزايد. ده بيشتغل لوكال في مكانه، يعني في النوازل لو طلع منه حاجه في الدم، اربع طراز بيتدركوا كده وياخدهم، او حتى احسن منه دلوقتي الفلاجيل مترونيدازول. عشان ده موجود منه سيرب. موجود منه دواء شرب، فبناخده بالسرنجه ويتحط في الرايل ده زي الفل، لامينيا ولا لا؟ فلاجيل مترونيدازول. وبيدوا حاجه اسمها هيبامرز، ال اورنيتين. ده موجود منه فورمتين، موجود منه يا اما باودر بيدوب على الميه يا اما حقن. دوت بتديله السادس ريت الماده اللي الامونيا بتشتغل عليها. يعني انا بشغل الامونيا في اتجاه تاني، باخد الامونيا في حته بعيد، اصل الميكانيزم الاساسي زياده الامونيا، فبندي ماده الامونيا تاخدها وتروح في حته ثانيه اسمها هيبامرز. مشكلتها انها نيفروتوكسيك، لازم تتاكد ان الكليه بتاعته يعني بيعمل سيرم كليات. لو كان كويس استخدم هذا الهيبامرز ال اورنيثين، موجود كده في الصيدليه اسمه كده بنفس الاسم يعني ال اورنيثين او هيبامرز. هدي ادويه تصحصحه شويه. هو لو كان في حاله الانتربيليتي بيدوا له مهدئات بس شورت اكتنج وبلاش منها احسن. ممكن اديله في لو هو في كوما اديله الفلومازينيل. ده ايه ده؟ يا ولاد يعني انتي اللي هو بيشتغل انتاجونيزم الاكشن بتاع البنزودايزبين. بص اللي جايه دي اديله الدوبامين، ادي سوري يعني جورناجيك اجونيست، ادي برومكريبتين. تقول لي يعني ايه؟ يا ولاد مش هو عنده نقص في الترو نيورو ترانسميتر؟ فانا بديله ايه؟ حاجه بتشتغل كانها نيورو ترانسميتر، بدي ادويه تشتغل كانها دوبامينرجيك اجونيست. ممكن طبعا اخر الحيل بقى ممكن يمشي على انت عارف في حاجه اسمها ايه؟ زي الشاركول هيموبرفيوجن، بناخد الدم نغسله ونرجعه له زي الغسيل كده بس على الشاركول. او طبعا ما فيش حل غير اللي بيجي له كل شويه هيباتيك انفلوباسي، ليس له حل الا
الترانسبلانتيشن. حلو، اوصيكم خيرا بحاجه اسمها هيباتيك انكفالوباثي. انا هشرح الليفر سيل فيلير قدامي تلت ساعه، اللي عايز يتفضل عنده راوند يتفضل. اوكي يلا بسرعه، انا قدامي تلت ساعه. يلا دي اللي عايز يخرج يخرج، مش هيخرج. يلا بيشنز وليفر سيل فيلير كتير، 12 حاجه مشهوره، اربعه بحرف الاف، ثلاث حاجات مهمين وكلمه سيبك. يلا عايزين كل كلمه ليه، كل حاجه ليه، ده الهدف دلوقتي. دول الحاجات اللي قدامنا، عايزين كل حاجه حصل ايه، جرى ايه، ليه، فاهميني؟ ما خدنا حاجه منهم اللي هي هيباتيك انكولوس، وبكره ان شاء الله هنعمل الجون. بس انا بقول الباقيين بقى عندهم فتيج ليه؟ مش الليفر من الوظائف بتاعتها انها تعمل ديتوكسيكيشن. فاكر حاجه اسمها الكوفر سيلز كانت موجوده في البلازمازويد، ما بقتش موجوده، فعندهم ايه؟ توكسيميا وبكتيريميا. تعمل ايه؟ يبقى جسمه مهدود، مش كده وبس. مش انت لما بتاكل الجلوكوز الزياده اللي بتحوش في الليفر، لما انت بتصوم او بتشتغل يحصل جلايكوجينوليسيس، بيحصل في الليفر برضه. طب ما الليفر مش شغال، انا مش عارف يديك الجلوكوز اللي كان في حياتك. فاوضح معانا دايما فتيك، ماشي؟ هيحصل في لابنج تريمورز، قلناها استريكسز عن طريق توكسنز، بتشتغل على حاجه اسمها بروبيو سنسيشن. في ترهيباتيكس مهمه، فاكرين البروتين اللي بنبسط والبكتيريا اشتغلت عليه؟ طلعت حاجه اسمها ميثايل ميركابتان، ماده فولاتايل. المفروض انها تروح للليفر تخلصنا منها، الليفر مش شغال او في بورتو سيستميك، هتمشي في الدم، تطلع مع النفس، مع السلايفا، تعمل ريحه وحشه اسمها فيتا فيتاليس. تقعد يقول لك بقى ريحه مش عارف ماستي سويتش ايه هبل، واخد بالك؟ احنا مالناش دعوه، هي اسمها ايه؟ هي اسمها فيتا هيباتيكس والسلام. عندهم فيبر عشان ميكانيزمين او ثلاثه. الميكانيزم الاول في بكتيريميا او توكسيميا ليه؟ هل مريض الليفر سيل فيلر مريض امينو كومبرمايز؟ الا تتفقون معي؟ ها؟ ولا بلا؟ مش بقول الا تتفقون معي؟ قول لي بلا يا سيدي، مش كده؟ اختي ما اسمها ايه؟ ليه يا ولاد؟ ليه بيحصل كده؟ ليه بيحصل كده؟ ليه بيحصل كده؟ عشان انا عندي توكسيني وعندي بكتيريميا، فانا عندهم لو جريد فيفر، مش كده بس؟ الدمج اوف ليفر سيل بتطلع بتعمل ريليز ليه؟ بايروجين، مش كده بس؟ لو عنده التهاب اصلا في اي مكان تاني، اي التهاب في اي مكان تاني، المفروض ان اللي بينم البايروجين وبيكسرها هو الليفر، فالليفر مش شغال، فالبايروجين نسبتها عاليه. يعني كذا حاجه بتخلي عندنا لو جريد فيفر. الاسايتس مهم، الاسايتس مع مريض الليفر ليه خمس ميكانيزمات. الميكانيزم الاول فيرست اوف اول، ولو قلت حاجه قبليك تتعلق على باب الاسم، اول ميكانيزم اسمه هايبو، والالبوم بيحافظ على الاونكوتيك بريشر جوه الكابيلاري. فلما الالبوم من يقل يبدا يحصل معانا ترانزيوتيشن واسايتس وقديمة والهبل ده، ادي الالبوم من قليل يبدا يحصل معانا ترانزيوتيشن. حلو؟ الحاجه الثانيه يا ولاد يحصل سولت اند ووتر اتنشن عشان زياده الالدوستيرون وزياده الاي دي اتش. ركزوا معايا شويه، هو لما القلب من قلب مش الفلويد ده يتجمع هنا، ما تبصوا لي هنا، مش القلب من قلب، فالفلويد في الانترستيشن، يبقى الفلويد اللي ماشي في البلاد فيزل كميته، يبقى هنا البلاد فلو كمل اشتغل الراس، والراس طلع